السلام عليكم. أولا، أنا لا أتفق مع كل ما تطرق إليه دوستويفسكي في كتاب رسائل من تحت الأرض حول التناقض الذي هو جوهر إنساني، ولأنه من الطبيعي أن تجد بالإنسان صراع الخير والشر والمعرفة والتفكير المتغير بدلالة الزمن الذي ينتج عنه اعتناق للآراء مما يعمق التناقض، فنخلص على أن ذلك جوهر إنساني. فمهما اتخذ الإنسان من قرارات عقلية في أعماق نفسه وإن لم يحولها إلى سلوكيات، فيجد في خلاصة المعادلة معاني متضادة ومتقابلة. فبما أن ذلك خارج عن سيطرة الإدراك الواعي، فإن الإنسان له إرادة بعد اتخاذ القرار في الفكرة أو المعاني التي سيعتنق وهو يعلم عكسها كرها. فنخلص على أن التناقض جوهر إنساني بغض النظر عن الصواب أو الخطأ، الذي هو معيار يتحدد حسب عدة تحليلات وظروف ووجهات النظر والإكراهات. أي أن نفس الفكرة تختلف في الإدراك من إنسان إلى آخر، لأن القدرة على الفهم تختلف،